أعطيك لأن أحمد نبيل الفضل بدش المقر الانتخابي ماله أساس عنده تهنئة اليوم، خلنا ناخذ قبل ما يضيع مع المهنئين وارجع لك. يلا خوش. عندي مداخلة الآن مع النائب أحمد نبيل الفضل. مساك الله بالخير أخوي أحمد. مساك الله بالخير، يا هلا ومرحبا. مرحبا، يا هلا ومرحبا أبو أحمد. يسلمك ومبروكين وعلى وصولك إلى مجلس الأمة، ونبارك لك. وإذا كان عندك كلمة أخوي أحمد، أدري أنك مشغول شوي. مبروك للمصوتين. إيه؟ كما نقول عادة، فأنا لا أملك من هذا الرقم إلا صوت. خليك نعم. الباقي هم، فلذلك هم يعني اللي يبارك لهم، وأنا لو أستطيع وأعرف عناوينهم وأعرف هم منهم. إيه؟ أنا مريتهم كلهم، كل واحد في مكانه. أولاً شكر كبير لكل الناخبين، كل الناخبين على كل الدوائر على هذه نسبة الحضور الرائعة. هذا أعتقد الآن التست الفعلي حق مجلس البصوت. على قولتهم على مجلس الصوت الواحد الآن يبين، الآن المشاركة من كل الأطياف والمشاركة من الشعب غزيرة جدا، التنويع لطيفة ومتوازنة في المجلس. الآن اللي علينا أن نؤدي حق هالشعب اللي حط ثقته فينا، نؤدي له شيء ملموس يحسه الحين، خلاص يحسه الآن دايركت. لابد أن يكون عندنا حزمة من المشاريع قصيرة الأجل غير طويلة ومتوسطة الأجل، نبي شيء يحس فيه actual بالفعل. وأتمنى الآن نلتقي مع الأخوة كلهم، خاصة الشباب يمكن نفهم بعض، عندنا نفس اللغة اللي نتحدث فيها. فأتمنى إن إحنا نلتقي على طاولة واحدة، هذا إحنا قاعدين لسه نهنيهم ونبارك لهم، ونتمنى إن نجمعنا لقاء واحد على الأقل نحط رؤانة. ترى لو تجمعنا كشباب إحنا الكتلة الأكبر. صحيح. للعلم يعني بالعدد، والقاعة عبد الله السالم يحكمها عدد. هل ناوي تشكلون كتلة أحمد؟ الله يحفظك. قبل أي سؤال أحمد لقيش العفو بس اسمح لي. أنا ودي أولا أشكر القضاء على هذه الوقفة الطويلة والساعات الطويلة والجهد اللي بذلوه. أنا الأوان لأنه غير هذا الكلام، القاضي لازم يشرف، القاضي ما يعد، حرام قاعد ندخل القضاء في شيء لا يتحمله ولا هو من تخصصه. القاضي يشرف، والمفروض شركات متخصصة تعد، وهذه نظام التصويت المؤرق هذا يجب أن ينتهي خلاص. صح. مثل أمريكا وانتهى الموضوع. صح. لنعمل مثل ما عمل العالم المتطور، ما زلنا بأوراق وفرز وأعرف إيش وأوراق مطلع، انتهى أوراق موجودة، وتعلم على المكان، تدخل في مكان وتعد لك ويطلع لك العد السنتلي. إلى متى إحنا اليوم 2017 ما نطور من نظامنا الانتخابي؟ يعني نبي نطور حكومة؟ ما يجوز. اثنين، يجب أن نشكر رجال الداخلية على هذه الوقفة والساعات الطويلة، شبابنا طلب الضباط وما أدوه. يجب ثالثا أن نشكر الإعلام، أنتم يعني الله يعطيكم ألف عافية، مصورينكم، نقول لكم الحدث، العالم كلهم، هذا الجهات يجب أن تشكر، هذا العمل الناس المجهولين اللي لو ما هم ما نجحت هذه العملية، هذا الاستفتاء العام اللي نجح. لذلك ألف شكر لكل هذه الجهات. حلو أحمد، عاد والله أولا بارك لك أخ أحمد أو ابننا أحمد، عسى الله يوفقك. وانت ايضا والدك صديق عزيز وزميل فاضل رحمه الله عليه، الله يرحمه. لكم من معي انا الدكتور عايد المناع. والله وستين نعم، يا هلا مرحبا. الله يحفظك. الله يحفظك. حتى صوتك ذباباته ايجابيه حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. انت تكلمت عن مجموعه الشباب، يعني هل هناك توجه لايجاد كتله شبابيه اليوم؟ تدري يعني احنا قصة القوة السياسية وما القوة السياسية ما عادت ذات الفاعلية، يعني حقيقة ما في. نريد ناس تفكر بالمستقبل، عقلانية ديمقراطية، عقلية منفتحة على الآخر. نريد ناس تفكر بالكويت للكويتيين كلهم بصرف النظر عن مسمياتهم. هالشباب هذيل الحقيقة، يعني احنا شكثر فرحانين انه شبان مثلك ومثل البابطين ومثل الدوسري بالخامسة ومثل يوسف الفضالة، يعني واخرين الحقيقة، يعني نريد هؤلاء الحقيقة يكون لهم دور افضل بتوجيه دفة العملية البرلمانية. شوف طال عمرك عم عايد، تفضل الله يحفظك. الكلام اللي تفضلت فيه هو عين العقل، واحنا استقينا الحكمة نستقيها منكم. وأنا الآن في لفة على الشباب، رحت باركت حق أخوي راكان، خلصت من أخوي عبد الوهاب الباطين، أخوي يوسف الفضالة رحت له من أمس وباركت له، والآن أنا في مقر أخوي عمر
ومتجه من عقب اخوي عمر رايح حق اخوي رياض العدساني، ومن عقبها بروح حق عبد الكريم، مشكله عبد الكريم ما ادري وين مكانه، فبروح له ببارك لهم. خلافاتنا تضع جانبا، لا يمكن لا يعقل ان كل هذيلا ما اتفق معاهم على الاقل باربع خمس مواضيع، لا يعقل. نعم. ومعقوله ما عندنا شيء مشترك، وعندك وعندك ثامر في الدائره الرابعه، وعندك وعندك ايضا الحجره في الحقيقه، يعني اي مجموعه الحقيقه، خالد العتيبي العتيبي كلهم. نعم. كلهم. انا اريد الان احنا في الان انا مرحلتي مرحله بس تعارف، وقاعد صحيح. اطرح لهم الموضوع، قاعد اقول لهم نقعد على طاوله واحده، نحط خلافاتنا ونحط الامور المتفقين عليها، ما اتفقنا عليه نقدمه، وما اختلفنا عليه انتهى وكتالي. نعم. وانا شفت الان كلام طيب من اخوي عبد الوهاب الباطين، وراكان يعني يعين ويعاون. نعم. الحين بتجه حق الباطين كلهم، ونجعل منه فينا الاكبر بالسن يقود، خليه يقود يقود. والمفروض تكون احنا الان اجتماعنا اجتماع موضوعي على الموضوع، وليس اجتماع ابدي. خلنا يا عمي نتفق على قضيه التعليم، خلنا نختلف على الصحه، ما عليه ما عليه، هي السياسه كلها هكذا، والديمقراطيه عباره عن اختلاف وتناضح الافكار، لا ياتي الا بافكار مختلفه، وبالتالي ما يخالف، لكن خلنا نقعد مع ما هو متفق عليه. صحيح. يعني ما ظنتي احنا كلنا نتفق على خطط تنميه؟ صح. خفض نسب البطاله المقنعه عدل؟ صحيح. ما فيها خلاف. رفع مستوى الرياضه، ما حد يختلف على ذلك. عندنا يعني عندنا امور اعتقد كلنا نصب يعني تجارب، خلنا يا عم من اجل الخلافات. اخوي احمد ساك الله بالخير. ساك الله بالخير وكرامه. اخوك علي الفضاله وياك وراشد. يا هلا ابو راشد، يا هلا بالعزيز، شلونك؟ ساك طيب. صاحب التحليلات والتوقعات الدقيقه جدا. حبيبي. الله طويل العمر. هل يعني نتوقع من كلامك هذا قد تكون هناك كتلة داخل المجلس الشبابية ترأى في خطة تنمية قادمة تعجيل عملية الحركة الاقتصادية بشتى أنواعها، كانت رياضية صحية تعليمية بكل شتى الأمور التنموية؟ هل نتوقع هذا قريبا؟ شو الهدف من هذه الكتلة؟ مو عشان تمشي المواضيع، هذه المواضيع اللي كنت نادي فيها. الآن هذه الكتلة مو من المفترض فيها أن تكون دائمة على كل المواضيع، ماشي؟ إحنا كلنا عندنا مشاربنا المختلفة، لكن يا عمي خلينا نتفق على 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 ما نتفق عليه. هذا الحين لفتي على الشباب، ليش لفتي على الشباب؟ حتى نكون أندرستاندينج متفقين عليه في البداية نمضي فيه، وهذا نوصله حق أيا كان رئيس مجلس الأمة القادم. ثم لابد أن إحنا كشباب عندنا مطالبات على الحكومة، بعدنا بحكومة بيننا وبينها هارموني. صحيح. ما ظنك ان احنا كلنا يعني عندنا خلاف على بعض الوزراء اللي كان عليهم علامات استفهام كبيره؟ يا عمي اخذ من نفس الحزب لكن بدل الرجل، يعني كل حزب مهما اختلفت معاه الا فيه الصالح، جيب الصالح يا اخي. لا ما نطالب باقصى احد، لكن جيب من هذا الحزب اللي احنا مختلفين معاه، جيب الصالح منه. ولا اعتقد ان الاخوان يخالفون. نعم اكيد راح نحاول بساعي باكبر قدر ان شاء الله ان نشكل هذا الشيء، وهذا يعتمد على تجاوب الشباب. الان الى الان الاثنين اللي شفتهم وانا الحين واقف انطر ادخل على عمر واسلم عليه وفاتحه في الموضوع، وان شاء الله انه يلاقي القبول. يكون في قبول. اخونا اخوي احمد شاكر لك على عندنا وراك مشاغل، وشكرا لك على المداخله. ألف شكرا يا أبو علي. شكرا 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 لك. شكرا ويأتي الإخوان فريق الإعداد توصلهم مع باجي التركيز على النواب الشباب، نبارك لهم ونسمع وجهات نظرهم، لأن مجلس هذا مجلس شبابي. أيضا أخوي علي تفضل. نرجع إلى